أخرى صخرة بشاير بلو صخرة رغدة المختار لهبة وأميرة ريمون ملاك مدربين خيول الشوط السابع عشر كونوا على أم دلال المنايا سلطان الميدان سهم المبين كولومبي شيخ وابن رشيد لهبة ابنة الفهل لايتون والأم بنت العابر إذن إناث الشوط السادس عشر داخل بوابات ميدان الأحلام ستة مشاركات بالشوط السادس عشر صخرة بشاير بلو صخرة رغدة المختار لهبة وأميرة ريمون بالفعل انطلقت إناث الشوط السادس عشر على بركة الله تعالى بانطلاقة موفقة لرغدة المختار مع يوسف العبيد على صهوة رغدة المختار ينتزع صدارة هذا الشوط بزيو على صهوة بشاير يتقدم نحو المرتبة الثانية ومحمد غدير على صهوة صخرة بالمرتبة الثالثة بالمراحل الأولى من هذا السباق في هذا الصراع الرباعي على صدارة ميدان الأحلام رغدة المختار تأبى إلا صدارة الشوط بدخولها المنعطف الاول مع الفارس يوسف عبيد محمد غدير على صهوة صخرة يقلص الفالك شيئا فشيئا ما بين المنعطفين صخرة ورغدة المختار ما بين المنعطفين الى ان صخرة مع محمد غدير تنتزع صدارة الشوط ما بين المنعطفين كرة المنعطف الثاني والاخير صخرة ورغدة المختار بصراع على صدارة الشوط السادس عشر تكمل صخرة تقود اناث الشوط السادس عشر ما بين المنعطف الثاني والاخير صخرة تكمل بصدارة الشوط نحو الخط المستقيم ونحو المراحل النهائية والحاسمة رغدة المختار تحاول من جديد بشاير تحاول بلو صخرة مع سالم العقبي ولكن صخرة مع محمد غدير تأبى التنازل عن صدارة الشوط تتقدم نحو البطولة تتقدم نحو الإنجاز تتقدم نحو الهدف صخرة بصدارة الشوط صخرة بالمرتبة الأولى بلو صخرة بالمرتبة الثانية وبشاير بالمرتبة الثالثة فليتفضلوا أصحاب الأزرق مبروك ألف 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 مبروك يا صخرة بطلة ميدان الأحلام بطلة يلا حبايبنا على السريع أسرع شوي لو سمحتوا صاحبة المرتبة الأولى كانت من نصيب صخرة مبروك ليوسف سخنيني مبروك لعلاء الرفاقة محمد غدير مبروك ألف ألف مبروك أسرع شوي على التتويج يا شباب معناش وقت أسرع شوي على التتويج أما صاحبة المرتبة الثانية كانت من نصيب بلو صخرة مبروك ألف ألف مبروك مبروك لعماد وعباس غدير مبروك لبلو صخرة واستبلاط المعتز مبروك ألف ألف مبروك بشاير أسرع شوي على التتويج مبروك ألف مبروك لبلو صخرة صاحبة المرتبة الثانية في بطولة ميدان الأحلام إذن مبروك يا وسيم قبلاوي مبروك يا بشاير مبروك ألف ألف مبروك صاحبة المرتبة الثالثة بالشوط السادس عشر مبروك